صباح الخير. الحدث في روما وخلوة المدرسة المارونية في عاصمة الكاثوليكة جمعت بين الشركة والمحبة ونهج الاعتدال. سقف المبادئ بين غبطة البطريرك ورئيس الحريري بتبلش من انتخاب الرئيس وصولا لحماية لبنان من موجات التطرف والإرهاب وتحصين الساحة الداخلية. فالفراغ الرئاسي وصمة عار على جبين نواب الأمة. والحرص على أمن لبنان وسيادته وكرامته بيفترض لكتير من الواقعية ومرونة بحلحلة العقد بدل خطاب التشنج يلي بيعتمدوا البعض في القارة العجوز وتحت قبة الفاتيكان خارطة الطريق. فهل من يلتحق؟ من دهر البيدر إلى العاصمة بيروت وتحديدا شارع المصارف وخيمة أهل العسكريين المخطوفين في ترحال وألم، هو الانتظار الأصعب، انتظار الأب والأم والزوجة. وطن بكامله ناطر عودة أبطال المؤسسة العسكرية. أكثر من 75 يوم وعائلات افترشت الطرقات، وبكل عيلة حكاية طفل وبيك راح مع العسكر. تقرير للزميل بولس غيب من تبعه سوا. يا ربي تحميله هالبابا هالبابا والبابا والبابا. هيك بضلني اقول الله ينام. وتغيرت الغنية وبطلت يلا ينام، وبطلنا نذبح طير الحمام. سكروا شارع المصارف، ما بدنا لحس ولهمس، واليوم مش وقت عملي، حسين بده ينام. بوسط بيروت وتحت الشتي وبقلب خيمة، تركوا هالصبي يحلم. برك الحلم بيقلب حقيقة وبيرجعوا الأبطال، ومثل حسين كتار وامات عم تبكي وتدندن. بكثير كثير والله عم اقول لك سميته محمد مش مسميته حسام، بضل بقول له يا محمد لانه بيو كان قده. هيك قلت يا ريت بعد بيو قده، يا ريت قده احمله وغني له. غني له ريما يا ريما، شو بدي غني له؟ كان ونايم ومثله مثل، وهي قصه ذكرني فيه. هيك بقول منوش هو بسلامه قلبه محل. ايام بيكون معي بقول له يا ستي، قول له يا بابا تعال اشوفك على العيد، تعا يا بابا انا كبير صارت وبعرفك، كنت صغير ابعرف شو بدي. محروقه انه ويلي ابني ويلي جوزي، وشو بدي اعمل؟ اللي فيني عم بعمله بالطريق، بنضلنا بالطريق. بركي بتحس هالدوله شوي ان شاء الله انه ما بولد لكن اجا، ويعني هلا انا لحفوت بشهري ان شاء الله بيكون معنا، ونحن ناطرينه ولاده ناطرينه، بس انه هو بيجي بيسميه، هو ان شاء الله بيحمله اول واحد بيحمله هو. مثل ما كان بيهم نقاله اسمه سميته اندرو. شو بدي اقول؟ ما نهم كمان، بطلب من الله حنن قلوبهم على هالشباب ويفرج عليهم كلهم سوا. يا لبنان لجينا ولا تجمعنا، ما زال بالميدان في نحن والله معنا، من صون حاضرنا وبكره بينطرنا، لبنان وطننا وكلتنا لبنانيين. لولاك يا لبنان لجينا ولا تجمعنا. بظهر البيدر تار الصدى ما بيوصل، واهالي المخطوفين منن هواة قطع طرقات، وحد السراي بيكفي الوشوشي. ببورصة السياسي ربح وخسارة وأسهم عم تلعب. أما بالنسبة للأهالي في حقيقة واحدة، عودة أبطال المؤسسة العسكرية أولوية. صار لنا 78 يوم بهيدا اليوم، بكرة وعبكرة كله حكي، بقبضك حكي والله معك، مثل ما قال البدوي كله كلام كلام. يا جماعة يا عالم، نحن بالنهاية رح يروحوا أولادنا، أنتوا تقولوا لنا يلا ومفاوضات. نزلنا لهون حتى يسمعوا لنا فعلا، يطلع صوتنا شوي أعلى، وبعد ان شاء الله هلا انه الامور تمشي على سكه صحيحه. هاي الخيام هون قريبه لمركز القرار، وصار في تواصل اكثر مع الوزاره ومع النواب ومع رئيس الحكومه. بتمنى هذا المطر يغسل قلوب الحاقدين وين ما كانوا يكونوا، حتى لو كانوا ضمن هالمحيط او هالدوله. انه هيك اذا طلعوا على شبابيكم بيشوفوا نحن كيف عايشين وكيف عم نتبهدل وكيف نايمين على الارض وكيف قاعدين على الطريق، بحسوا فينا اكثر بلكي. حتى لو كان ثلج، حتى لو كان شو ما كان،
طوافين ما حنروح، نحن وليدنا الصغار ما حنروح إلا حتى يجوا ولادنا. شهدنا يومي ضيع استشهاده ضيع استشهاده، نتوحد حتى يضل لبنان يساع الكل، والبلد اللي بيتقسم ضيق عولاده ضيق عولاده. قولوا قولوا لبنان لولاك يا لبنان. رغم المطر كانت أعداد الخيام عم تكتر، ومشهد الأسلاك الشائكة اللي فصلت بين شارع المصارف وخيم الأهالي حولت وطن بأكمل ورهيني بوسط بيروت، غضب وحزن وترقب وصمت، والعاصمة تضامنت مع أبنائها. بالنسبة للشارع أنه أكيد هو مهم والقضية مهمة، ويمكن أهم من الشارع المصرف اللي هون بلبنان، عشان هيك نحن عم ننزل على الطريق وعم نشوف في ناس كتير عم تتضامن معنا، لو مش عم تيجي توقف معنا ببيوتها واقفة ورا الشاشات عم تحضرنا وتتضامن بالدموع على عم تنزل على خدودها. يعني بلدية بيروت الله يبارك فيها، كمان عم تبعد لنا خيم وكذا وهيك وحمامات وكل شيء منعوزه نحن نطلبه من رئيس البلدية وبيعطينا. بدنا ثورة، صار لازم الشعب كله يقوم نعمل ثورة. مشان؟ مشان كل شيء، كل شيء، من شان الكهرباء، من شان الماء، من شان المخطوفين، من شان كل شيء. ويعني اذا هن ماتوا بالمعركه لن الله لا يقدر، بالمعركه معروفه، بس واحد قاعد ناطر انه الذبح، يعني في اكثر من هيك الحجر بحث، بعد ما حدا عم بحث. وين رئيس الجمهوريه؟ وين الدنيا كلها؟ وين 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 مين ناطرين لهم يطلع فينا؟ مين؟ حقولنا كثير للدوله ما حسيتش فيه. بقول لرب العالمين، ما عود قول لحد إلا رب العالمين فوق الكون، رب اللي أخذها ورب اللي جي بيجي. في من بدو لبنان عقياس ومن ما كان، بيلون علمه وبيحب بلاده بيحب بلاده، وما في شي بدون لا ظالم ولا مظلوم، وبينقص عالم من نتابع حلقتنا مع أبرز الموسيقيين اللبنانيين يلي قدروا أن يتركوا علامة فارقة لبنانيا وعربيا، الأخوين فليفل يلي كانوا محور بحث بكتاب خاص حمل عنوان اللحن الثائر من إعداد محمد كريم والعميد جورج حرو. هالكتاب مزج سيرة حياة الأخوين فليفل وأبرز المراحل يلي مرقوا فيها، بالإضافة إلى شق مخصص للناحية الموسيقية، وأيضا إضافة بالكتاب هو أسطوانة خاصة بالأخوين فليفل مع أبرز أعمالهم. تفاصيل أكثر عن حفل إطلاق اللحن الثائر يلي تم توقيعه باليونسكو، متابعوا سوا. أنا خنيت أغاني من أخوين فليفل لأنه بحبهم كتير. قصر اليونسكو امتلأت كليا بحضور محبي الفن الأصيل، هالفن يلي بدأ مع أخوين مبدعين لبنانيين متميزين بميدان الموسيقى والأناشيد الوطنية، الأخوين محمد وأحمد فليفل يلي تم تكريمهم من قبل جمعية عرب للموسيقى العربية ضمن حفلة موسيقية، وأيضا تم تجسيد سيرة حياتهم الفنية ضمن كتاب بيحمل عنوان اللحن الثائر. حكينا مع الأستاذ محمد كريم والعميد جورج حرو
الاستاذ كريم اخذ الاسم السيره التاريخيه وسيرتنا اخوان فليفل وعم يتحروا عمل تحليل موسيقي لاعمال اخوان فليفل ودمجناهم بكتاب مع اربع اسطوانات. هذا العمل نحن اشتغلنا عليه كان هو بموضوع اطروحتي انا لنيل الدكتوراه واخذ دكتوراه انطلاقا من العمل من توثيق اعماله اضاءه على المارش اللي احدثوه. كل انسان بيتذكر هالوطن لازم يتذكر اخوان فليفل وانا قاعد بشارع اسمه شارع الأخوان فليفل. أكثر من 1000 قصيدة وطنية وتربوية لحن الأخوين فليفل وألحان الثائرة تخطت لبنان ودخلت إلى العالم العربي مع أناشيد بعدها عم تتردد لليوم مثل نحن الشباب وفي سبيل المجد ونشيد موطني. هول الأغاني كانوا يعلمونا هني بالمدرسة يعلمونا اللحن المظبوط يعني. هلأ هالولاد الجيل اللي طالع ما بيعرف شيء حتى النشيد الوطني ما بقوم بيوقف له. ونزلونا الأناشيد اللي شجعت الشباب بديك الأيام. نحن الشباب لأن الغدو كنا نحن شباب ولا أنتم شباب. نخلى هلأ ناس هيك ناس وطنيين ياريت هلأ في ناس هيك بتلحن ألحان أناشيد وطنية. رجل يعني عصامي كان واستاذ طلع أجيال ومنها أولا السيدة فيروز. ما بقى في منهم تراث قديم عم نرجع نحيه. أنا تلميذهم صار من 87 سنة أنا تلميذهم. هيدا تراث طبعا يعني بي بيعرفهم وجدي ونحن لازم نحن وولادنا كمان لازم يبقى هيدا. لابد من تكريم عظمائنا الذين ساهموا في بناء الوطن ماديا ومعنويا وعلميا وثقافيا وفنيا. يستحقون كل تكريم وتقدير سواء من البيارثة أو اللبنانيين أو العرب. فقرة أكتر بينطروها وهي فقرة كلمة اليوم. رح نتعرف على كلمة جديدة وشخص جديد من بعدها فاصل ومنرجع. حب الحياة يكون نجتمع طوائف الأربعة طائفة واحدة لبنان يضلوا واحد. ما سياسة بحب الجمع ما بحب التفرق والتشتت. احنا هيدا سياسة ما سياسة في رب للسياسة. صدقيني مني رح اكره حالي اني لبناني لسبب واحد. صدقيني ساعة مي ساعة كهرباء ساعة شو بعرفه ساعة هجر الواس ساعة مش قادرة تاكله ساعة بدق عليك اجار بيت. يعني صدي انت غريب المواطن اللبناني صار غريب. ورحمة رحمة الله على شخص وصدقيني اللي قتله ندمان اللي قتله واحد اسمه الشهيد رفيق الحريري اللي قتله هو ندمان. قال يا ريت ما عملنا هالشيء وخسرنا كتير. صدقيني بتأسف اني لبناني هلا عم فكر انه سافر. صدقيني بقولي لي ام ساعة كهرباء ساعة مي ساعة شو بيجيكي مصاري عم عبوا الجمعة ده ما بيشبعوا. وين ما ربي بياخدني صدقيني اريح اني كلبناني بفتخر كلبناني من زمان بس هلا بصحي صار الكلب باي مطار بدول العالم الكلب بشمك لانك لبناني. يا بعدوك سياسي يا مخدرات يا اما ارهابي. لبنان صار ارهابي. نحن لا دخلنا لا بداعش ولا بغير داعش. دخلنا بكلمه لا اله الا الله محمد رسول الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بس صدقيني جمع الاربع طوائف هو اللي بيحلها فضل الله ورسوله. غير هيك ما ينحل لبنان. يقعدوا كلهم على طاوله واحده بينحل لبنان. صدقيني طبعا لبناني مدى روحه طويل طويل فما تصوري روحه طويل. طول ما في عنا ارزه صدقيني برمي العالم كله ما في ارزه زي ما عنا ارزه بجبال لبنان ما في ارزه. انا دائما بتاع الارز كنت. بس صدقوني اذا انت بتحكي على تيار المستقبل او اي تلفزيون بلبنان بالسياسه اربع طوائف غير اربع طوائف ما يمشي الحال. بدك رئيس جمهوريه اذا ما طائفه الرابعه راضي عليه ما يجي. صدقيني عم بحكيك جد. بيجي جعجع بيجي عون بيجي غيره تعي انت تيجي هو المهم يجي رئيس
للبنان، ما في رئيس ما عندك لبنان. أنا يا ريت يا ريت لأجمعكم كلياتكم ببيت واحد، لأن هو اسمه الله واحد، الله خلق الكون بس هو لنعيش بالحياة مرة واحدة، ما نعيش مرتين. أي نوع انتخبناهم وقاعدين على الكرسي، لا انتخبناهم وقاعدين على الكرسي، بس أشهد بالله خلص والله مهما يفتوا خلص عم نبيع دمنا ومنعطيهم ليقعدوا على الكراسي، هيدي ما بقى يشوفوها بحياتهم. لو في لو في واحد مثل رفيق أقسم بالله العظيم خسروا مش لبنان، العالم خسروا. بذلك انت متحمس الوزراء عميل وزير، بدنا طواعف الأربعة حبيبي حبيبي، لا ما يسوي ما هو هتصور طواعف الأربعة شو ما صديق. حطي براسك الله الله خلق لبنان طواعفه أربعة زي ما عملته فرنسا، تنزل على البلد شارع فوش شارع ديغول شارع أولمبي شارع أولمبي كلهم هال كانوا زعماء مسكونا هالشغلة على اسمهم. بس صدقيني صدقيني ما برجع لك بلدك لهون إلا فرنسا مع أمريكا. لبنان صار بعبه للعالم، ضابع العالم ضبع، لبنان ضبع العالم صدقيني. بس إذا ما بترجع بتحطي طواف الأربع ما يمشي الحال. انزلي تحت عزم الضابط وشارع فوش وشارع ومبي كل هالشوارع شو هني هولي باسم ضباط جنرالات كانوا بفرنسا مزبوط ولا لا؟ كل مين سلمهم انت عمين انت عمين انت عمين انت مين كل مين سلموا وظيفه؟ برجع بقول لك لاخر مره كتر الله خلقكم اي تلفزيون بيطلع وما بخلق غير من اللي خلقني انا، ما بيمشي لبنان الا بطواف الاربعه، كلمه ايون بطواف الاربعه ان شاء الله باذن الله. حطيها براسك.